ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عملنا النهارده المندي، عملنا سلطه الدقوس، عملت سلطه الزبادي والشيف فاطمه عملت لنا ليمون بالنعناع باللبن، يعني بصراحه يطر يعني ده على الاكل دي. يعني يهدي كده الدنيا معانا شويه. وشرفتنا في الاستوديو مريم عاطف خبيره التغذيه، ما بعدناش كتير عن ميولها الحقيقه. في الاكل لنا حل بقى في الكارثه دي. عايزين حاجه تدمر الدهون. لا هقول لكم طبعا الحل، عشان هي اكل اصلا دسمه، وطبعا عايز اقول لك حلوه وايد طبعا، لازم اعطيكي كلمه بقى اماراتيه خلاص كده. وعايزه طبعا اقول لكل الناس مساء الخير، والنهارده ان شاء الله جايين بنصايح وعروض حلوه قوي ليكم، وهدايا كمان عشان طبعا الشيف طبعا جديده معانا. فانا حابه النهارده اعمل لك خصم حلو قوي لكل الناس طبعا اللي جايه طبعا تبعك. ايوه زي الفل، والمشاهدين لاول مره يشوفونا، لان الناس كلها تخنت من كتر الوصفات بتاعتي. فقلت لهم بقى اصبروا، انا هجيب لكم بقى حاجه هتنسف لكم الدهون ده. أيوة. وخصوصا ان احنا كمان داخلين على رمضان. لا اتفقنا، كل الناس متابعينك طبعا كتير قوي وبيعملوا ما شاء الله اكل دسمات قوي وكده. فانا انا عايزه بقى اقول لكل الناس، اطمنها ان انتوا هتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه وهتخسوا، وعادي جدا تاكلوا كمان المندي وكمان هتخسوا. امان يعني؟ لا امان جدا. خلاص لازم نشوف الطريقه دي. انا عايزه كمان النهارده اقول لكل الناس بقى العرض بتاعي، ابدا لكم بالكورس بتاعي الجديد اللي هو كورس النهارده شهرين. انت النهارده هتاخد كورس مكون من كبسولات ونقط واعشاب، عليه كورس تاني بربع الثمن، زائد هديتين لاول 50 متصل. هيعرفوا بقى الهديتين ايه لما يتصلوا. انا عاملها مفاجاه. دي مفاجاه. مفاجاه مش هقول. طب واحنا مش هنعرف؟ لا طبعا دي مفاجاه لكل الناس اللي هتتصل، هتعرفوا الهديتين ليكوا لاول 50 متصل من دلوقتي، زائد المصاريف الشحن لاي محافظه مجانا النهارده بس. انا النهارده كمان جايه لكم بموضوع عن دهون البطن الداخليه والخارجيه. ناس كتير بتعرف ان دهون البطن دي بتبقى بس بره كده وشكلها بره، لا انت ما بتعرفش ان في دهون كمان بتتكون جوه. يعني مش بس البطن البارزه دي دهون، لا في دهون كمان بتتكون جوه احنا مش عارفينها، مش شايفينها ولا شايفينها ولا بنلاقيش، بتنزل بصعوبه. عشان كده احنا دايما دهون البطن والجناب دايما مأثره علينا في العمود الفقري دايما. حتى صح تحس ان انت عندك دايما الظهر بتاعك وجعك لو عندك كرش. انت بتتولد ما عندكش دهون متراكمه حوالين البطن. فدي بتاثر جدا معانا. فانا حابه اتكلم على الموضوع ده لانه مهم قوي، والناس كتير قوي بتستهتر، ده انا عندي شويه بطن بس جسمي حلو. لا بالعكس، ده بتاثر على ظهري وعلى رجلي. مشكله جدا ان انت بتكون دهون داخليه. دي دهون يا جماعه بتتكون حول الكبد، دهون على الكبد. دي بتبدا تعمل لي بكتيريا او تعلي لي كمان الكوليسترول، وبتدخل وبتاثر لي جدا على الدم، وبتاثر لي جدا على الحرق لانها بتضعف المناعه. دهون الكبد بتضعف لي المناعه، فبالتالي بيضعف لي الحرق على طول. فانا عشان كده جايه النهارده بكبسوله مكونه من الياف طبيعيه اعشاب، هتساعدك ان انت تشبعي وفي نفس الوقت تنزلي في الوزن معايا. يعني انا مثلا باخد كبسولتي اول ما بصحى من النوم لحد 10 بالليل انا شبعانه، انا ما باكلش كتير. يعني اللي قدامي زي المندي الكتير ده. انا اقعد بقى ونفسي مفتوح قوي، بس مش هقدر ادخل كميه كبيره. فده اللي انا هتحكم فيه، انا هدخل لك كميات قليله وفي نفس الوقت ما حرمتكيش. واكل اللي نفسي فيه. انا ما عنديش حرمان، فكره ان انا احرمك، انا ضد جدا دايت الحرمان، لانه اصلا بيسبب لنا جدا ضعف ونسبه حرق قليله. لا انا باكلك بقى كل اللي انت عايزه بس بكميات قليله على فترات. اصلا علاج دهون البطن، عشان انزل اصلا دهون البطن، هو ايه الحل دلوقتي لاي حد بيسمعني؟ ايه الحل عشان انزل السمنه اللي عندي او دهون البطن؟ ازاي ايه الحل عندي؟ ان انت تاكل بكميات قليله على فترات. ان انت تعلي جدا عندك الحرق، تاخد حاجات فيها كافيين او حاجات بتعلي عندك الحرق. وده اللي انا ماشي عليه النهارده في الكورس، ان انا هنظم لك ده. بعيدا ان انا مثلا ممكن اديك نصايح ما تمشيش عليها، فلا انت بالكورس هتمشي غصب عنك. هتمشي غصب خلاص. يعني انا الاكله دي، يعني انا كده ممكن اشوف الاكله دي وما اكون بالظبط. يعني نفسي هتبقى مقفوله. لا ما عنديش شهيه ليها جدا. ما عندكش شهيه. هي اهم حاجه في الكبسولات الماده الفعاله اللي فيها هي الكوجلك، الراسبري، التوت البري، التوت الابيض، فيها نسبه كافيين الشاي الاخضر، فيها اعشاب اصلا مستورده مش موجوده داخل مصر. احنا مستوردينها. يعني انت بتاخد منتج بتمن حاجات طبيعيه وحاجات طبيعيه وحاجه بقى مضمونه وحاجه نظيفه بقى، زي ما بتقولوا في مصر حاجه نظيفه، زي ما الكتاب بيقول حاجه نظيفه. يعني بتاخد كورس فعلا نظيف وفعلا هينزلك في الوزن. عشان كل الناس اللي بتفضل تسال انا اعمل ايه لو انا عندي دهون في البطن، لو انا مثلا نسبه حرق عندي قليله، انا دايما بعاني من مشكله ان انا دايما حاسس ان انا باكل كتير. طب انا مش باكل كتير بس انا مش بحرق. طب انا ازاي انا مش باكل غير وجبه واحده بس، انا ليه بتخن كده؟ فدي اسئله كتير قوي بتسال كل الناس. فانا النهارده جايه لكم بحل. ان انت النهارده في الفريق الطبي، احنا فريق طبي كامل جدا. عايزه افهمكم ان انتوا اول ما بتتصلوا انتوا كل 10 ايام بتتابعوا معانا خبير التغذيه، بياخد حالتك الصحيه، طولك، وزنك، بيبدا يتابع معاك على طول اونلاين. احنا اونلاين مجانا، كله مجانا، كل حاجه. انت متخيله انت بتتابع مع دكتور تغذيه مجانا؟ يعني تخيلي بقى لو انا رايحه عند دكتور تغذيه وعياده وكل جلسه مصاريف قد كده. بالظبط. بكل انت بتكون حد يتابعني، دي حاجه حلوه. ممكن تكسل وممكن تيأس مني. لا انا بتابعك اونلاين من بيتك. كمان ممكن الناس اللي عندها مقدره ان هي تعمل تمارين معينه او تقوم باي انشطه بديها. يعني كل واحده
بتتحسب. في ناس جدا اعمارها بتبقى معايا 50 سنه وناس سيدات كبيره في العمر او كمان رجاله معايا، ده طبعا ما اقدرش ان انا اديله رياضه، فبالتالي ابدا اديله كورس اسمه ضعف الحرق. عشان كده انا جاي النهارده بكورس عليه كورس، ده اسمه كورس ضعف الحرق، ان انا بكثف لك الحرق. انتوا فاهمين الفكره؟ طيب هل ده بقى بينفع مثلا مع الحالات اللي بتبدا تنزل في الوزن مثلا؟ بنبدا بارقام كبيره وبعدين فجاه تلاقي جسمها ثبت، ما بيتحركش بقى، الميزان دايما يقول لك، مع ان الناس تقول لك مثلا لا انت خاسه او شكلك باين عليه خاسس، بس تقول لك بس انا لما باجي على الميزان انا ثابته. صح، مش كده؟ فعلا كويس قوي انك سالتهاني، فعلا ناس كتير قوي بتسالهاني. دي بتبقى مشكله ايه بقى؟ ان هم عندهم ميه اصلا محتبسه والكتله العضليه كمان عندهم قوي. احنا لما بننزل فات بيبدا الوزن بتاعنا الكتله العضليه والميه بتوزن معايا، فممكن انزل دهان فعلا دهون. والناس تقول لي ايه ده، انت باين عليك ان انت نزلتي واللبس حتى وسع، طب ايه ازاي الميزان ده ثابت؟ أيوة. فمشكله ثبات الميزان ده يا جماعه ما نيأس، ده بيبقى مشكله ان احنا الكتله العضليه عندنا بتوزن، وان ده معناه ان انا بنزل. اهم حاجه اخد بالمقاسات، يعني انا لبسي بيوسع، عشان كده اي حد معايا بيبدا معايا من اول اسبوع بقول له هات تيشرت او هات بلوزه انت حاسه ان هي واسعه عليكي، ممكن مزوره بالظبط. لا اللبس اصل اكتر حاجه اللبس ده بيبان قوي، انا مثلا بالذات عارفه في الدراع، في البطن، في الارداف، مشكله الدراع دي بقى برده مشكله، بقى اكبر عنيدة مشكله جدا. انت فعلا كلمتيني برده في منطقه الدراع، برده مشكله عنيده. البطن، بالظهر، كل المشاكل. اول عايز اقول لك حاجه، الجزء اللي فوق ده اكتر جزء بينزل بصعوبه، مع انه اصلا اكتر جزء بيدخل بسرعه لانه ما فيهوش حرق. انا مش دايما بتحرك اصلا، صح، دايما قاعده كده، فدايما ايه ما عنديش حرق، شغلي كله مش بايدي زي رجلي، عشان اقدر احرقلك اصلا منطقه البطن او منطقه الجناب او الذراعين محتاجه نسبه حرق عاليه، محتاجه كافيين، محتاجه الكرانتين، محتاجه حاجات مواد فعاله، حاجه تنسف الدهون دي، تنسف بقى هو الناس وانا هنسف الدهون النهارده، فمحتاجه حاجات عاليه جدا. ضعف الحرق بتاعي يعني ضعف الاضعاف. انت متخيله انا مثلا مش هقدر اواظب على كوبايه شاي اخضر 15 كوبايه شاي اخضر في اليوم، بنزهق على فكره، عشان اوصل للحرق بتاعي ده كتير، ده كتير جدا. لكن انا باكت واحد حاطه لك فيها فيتامين سي مركب، فيتامين سي مركب غير موجود بره، انا فيتامين سي مركب اللي حطاه في الكورس بتاعي اللي بيدعم المناعه، بعلي جدا المناعه عشان اساوي مع الحرق، عشان ناس كتير قوي مش فاهمه. عشان كده الدكتور التغذيه لما بيجي يديكي انظمه غذائيه لازم يديكي فيتامينز، ليه؟ عشان بيعلي المناعه. ما هو انا عليت المناعه انا عليت الحرق، صح. هي دي هي الفكره، ان انت لازم تاخد حاجه منتج معروف ومفهوم، حد دارس وواعي وعارف الجسم ايه مكوناته والسمنه دي ايه اعراضها وازاي اتعامل معاها، افهمها. أيوة، ابقى صح. فاهم انا ماشيه حياتي ازاي بالظبط واسبابها واصلها. اصل احنا بنزهق من اكل الدايت. إيه طب هنشرب كل يوم 10 كوبايات شاي اخضر، هنشرب مش عارفه ايه، لقينا عندنا حماس اول يوم او ثاني يوم، بس اول 3 ساعات. لا بص انا بعمل رجيم الصبح، ايوه، اول ما اصحى ما اقولكيش بقى اللي بيحصل بالليل. لا انا عايزه بس اقول لكم، لا 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 مع الشتاء بقى كمان الجوع بالليل. ايوه انا كمان مشكله بقى بعالج المشكله دي، ان انا باخد كبسولتي من الصبح لحد العشاء وانا مش جعانه. انا خلاص بسد لك منطقه اللي هي ان انت تجوعي بالليل ده. خلاص انا باكل بكميات قليله جدا، باخد النقط، بعالي الحرق، وبتنقي جسمي كمان تماما من سموم الاعشاب، بتفضي جدا المايه المحتبسه عندي. لو انا عندي مثلا مايه محتبسه، ودايما قلت منطقه البطن دي بتبقى فيها سوائل مش راضيه تنزل، فانا بفضي لك كل ده، بترد لك كل حاجه بقى من الامعاء، من الناس اللي عندها غده درقيه. كنت لسه بقى اسالك على الحته دي، الغده الدرقيه واللي عاملين المراره. عايزين نشوف ناديه مشكلتها ايه، بتاكل بالليل برده ولا في ايه؟ زينا يا ناديه. ايه يا ناديه؟ الو الو الو، ايوه يا ناديه. مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ مساء الفل، الحمد لله يا حبيبتي. عاملين مندي، اتفضلي اتفضلي معانا. هو انا ممكن اكلم بس استاذه مريم؟ اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. انا كنت بس عايزه اسالك على حاجه، المشكله ان انا عندي اللي انا كنت مخلفه 3 مرات ورا بعض قيصري، تمام؟ فبطني كانت مكلمشه جدا، وتحس ان هي كده طالعه ونازله، ما تفهمهاش، شكلها بشعه جدا. ولذات الزلاطين اكتر اللي انا جاتني الغده، فمش عارفه اتصرف ازاي. فهو العرض ده ينفع اللي هو مثلا يظبط لي منطقه البطن دي بس من غير الجسم كله؟ انا عايزه بس منطقه البطن. حاضر، تمام، حاضر، هرد عليك دلوقتي. هي دلوقتي منطقه برضو هي مشكله الناس كلها بعد الولاده، ده يعتبر عندها مشكلتين، منطقه البطن بعد الولاده فتكون دهون اصلا تحت اللي هي تبقى دهون سفليه، وتاني حاجه عندها كمان غده درقيه، يعني الحرق ضعف، فهي عندها اصلا مشكلتين. فهو كورس عادي جدا، يعني هنسيبها اللي هو النهارده اللي هو كورس وعليه كورس، ده كورس ضعف الحرق، بديكي كورس شهرين، اللي انت بتاخدي التاني ده هديه، يعتبر هدية. اصلا يعني انا كده باخد كورس واحد وبستفاد بالعرض، عشان اخد حاليا حاجه تانية اعلي الحرق، يعني مثلا هي ان شاء يعني الله يعني انا هدفع على الكورسين
ربع الثمن، يعني هو 5 يعني 75% خصم على الكورسين، على الكورسين غير الهدايا اللي هنعرفها، ده غير ان هي دلوقتي لما تتصل هتعرف هديتين ليها مفاجاه ليها. غير بقى لازم كلكم تتصلوا دلوقتي، ده غير هديه يا شيف فاطمه اللي هدية. احنا بلغنا بيها كمان، استني بقى ده كمان ده في مفاجاه بقى كمان انه احنا شركه ايجيبت مديانا هديه اللي هيطلب الكورس من اول اسبوع لحد يوم الاربع اللي جاي. الشركه ان شاء الله هنتم اختيار عشوائي من ضمن الناس اللي بتبدا تطلب الكورسات، وهتبدا تنورنا هنا تستلم معانا الكورس مجانا من الشركه يوم الخميس باذن الله. فيعني احنا النهارده متهيالي ده اوفر قوي، لا ده انا كده لازم انا جايه يوم الخميس انا جايه يوم الخميس عشان اخد الكورس انا موجوده. فنبدا نتصل من دلوقتي بارقام التليفونات بصفحات الفيسبوك الخاصه بشركه ايجيبت النهارده، احنا ممكن نشوفها دلوقتي معانا على الشاشه صفحات الفيسبوك معانا فيتارم التخسيس ومعانا فيتارم مصر، دول صفحتين الاساسيتين لشركه ايجيبت النهارده، دول عن طريقهم نقدر ناخد عرض مريم عرض الناسف النهارده لمريم نسميه الساحر او الساحر الساحر صفحات خاصه بينا، نقدر ان احنا نستفسر كمان على هديتين اللي عاملها لكم عشان دي مفاجاه ليكم حلوه قوي. طب احنا زمان الارقام دي اللي هي قدامكم دلوقتي عليها كمان خصومات حلوه، دي كلها الارقام دلوقتي تقدروا تتصلوا بيها تسالوا عن طولكم عن مزنكم والمشكله اللي انتم بتعانوا منها ايه هي، وهل هي شهيه عاليه او نسبه حرق، عشان نبدا ان احنا نشرح لكم كورسات معانا زي الكورس اللي معايا النهارده شهر وعليه شهر هديه بربع الثمن، بس كمان معاكم هديتين هتعرفوا بقى المفاجاه لما تتصلوا على غير الهديه الثالثه، يعني غير الهديه معانا ثلاث هدايا هيجي يستلمها بالظبط، انه اللي هيجي يستلمها يوم الخميس بالظبط، بلس ان انا الكورس بتاعي من اول شهر بينزلك من 10 ل 17 كيلو. ده ما شاء الله، انت في الشهر انا مش هقولك بتنزلي مثلا معدل لا انت بتنزلي فعلا المعدل ده، وده على تجارب ناس كتير جدا، بدون وعلى معمل رياضه بدون معمل دايت بدون يعني لا اي حاجه اعملي اي حاجه، انا مش محتاجه منك اي رياضه ولا نظام دايت ولا اي حاجه، انت بس الفكره انا معاكي تنتظمي انا معاكي معايا على فكره انا معاكي لا انت معايا من النهارده اصلا اول ما دخلت انا قلت لك خلاص امان انا معاكي على فكره. انا كمان عارفه عايزه اعمل ايه، ان انا ابتدي يعني انا خدت الحبوب كده اسبوع وبطلت، في الفتره اللي انا كنت باخد فيها الحبوب انا كنت عارفه ببص على الاكل وابقى عامله الاكل ريحته حلوه قوي، طب ايه ده انا مش جعانه ليه؟ وفي بقى حاجه مهمه بقى، في بعض الادويه لما كنت باخدها كان بيجي لي صداع غريب وبحس ان انا عصبيه وستريس على اولادي في البيت وحاسه ان انا في حاجه بتضرب في دماغي. الفكره بس ان هو بيسبب لك اكتئاب او كده، بس طبعا لا مفيش ما عملتش اي حاجه، انا خدته اسبوع ظبطت الدنيا. لا انا عندي الكورسات بتاعتي دي مش بتسبب اي خالص دوخه ولا ان انت بتبقي مصدعه ان انا حاطه لك فيها فيتامينز وفي نفس الوقت حاطه فيها فيتامين بي 6 وحاطه فيها مجموعه البي كلها بي 1 دي بقى الحاجه المهمه بي 6 مش عارفه الستات والعصبيه لا وانا كمان بعلي لك كمان هرمون السعاده عندي سعيد. فانا مش بيأثر خالص على اي حاجه، وزي ما قلت انا مش مستخدمه اي كيميكلز، انا بعالجك طبيعي بدل ما اديكي شوفان او بقى كده. نموذج من النماذج اللي يا ريت بقى يا ريت نشوف حاله معانا اتفضلي ما شاء الله. طبعا دي اول حاله معايا طبعا انا بشكرها طبعا جدا، هي طبعا مجتهده، هي كانت دي ايمان 175 كيلو نازله 60 كيلو بس في 6 شهور او 5 شهور اقل من 5 شهور هي مش 60 كيلو يعني هي تحولت من كده لكده. احنا شايفين طبعا فرق الصورتين اتقسمت اتنين شخص تاني بس شخص تاني خالص، وعلى فكره من يعني بجد من الناس فعلا كانت عندها الحرق قليل جدا، احنا مش عارفه اقول لك ان جسمي كانت في الدهون كامله تقريبا، يعني اللي يشوفها يقول عملت عمليه مش خدت كورسات يعني طبيعيه، حاسه ان في حد تاني يعني بصي ما شاء الله كان حد عامل عمليه نحت وعمل عمليه تكميم وبصي ما شاء الله بصي الجسم اترسم ازاي والجسم ونازله بشيب كمان. انا عايزه اتكلم ان انا كورساتي بتنزلك للشيب الحلو اللي انت بتنزليه، يعني انا بنحت كمان هي بتنحت القوام لان هي فيها عشبه اللوتس والكريس واوراق اللوتس، كل دي اعشاب مستورده محطوطه بماده فعاله معينه دي بتنحت لك شكل الدهون. لا ده انتوا النهارده يعني انتوا مدينا كل الاوفرز يا مريم، يعني بقى حسد شهيه انا مش هجوع يعني هيبقى قدامي انا مش يعني ينفع كده الناس ما تاكلش؟ هناكل برده، ما هم بيقول لك ما هي بتقول لك ايه من غير حرمان، يعني انت هتاكلي وده سؤال برده يعني مهم برده يا مريم، انت بتقولي ان احنا سد معانا الشهيه لحد 10 بالليل، طيب يعني انا مش هجوع؟ لا مش هتجوعي خالص، انت بس لما بتيجي خلاص احتاجك للجسم بيبقى محتاج اكل فعلا عشان الطاقه. يعني هو الجسم بس هو اللي هيقول لي لا انت بتاكلي دلوقتي عشان أيوة انا هاكل في انظمتي الغذائيه انا مش هفرق ما بين الجوع الكاذب والجوع العادي، انت بتقولي ايه انا مش فاهم حاجه انا جعانه دلوقتي فقلت طب اشربي ميه، انت دلوقتي مش جعانه انا مش فاهمه لا انا جعانه فانا لا انا بالكرسي بتاعي بقى هديهولك انت مع نفسك، بس جسمك اول ما يبقى عايز ياكل هو فعلا جعان هدخله الكميه البسيطه اللي انا محتاجها وهاخد معاها على طول النقط عالي الحرق يبقى الاعشاب بتاعتي كمان برضه
برده بتنقلي الميه المحترسه، يبقى انا معايا كرسي شامل هيظبط لي كل حاجه. بنزل بسرعه جدا في وقت قليل جدا، وباكل كمان اللي انا عايزاه من غير بقى ما عملت رياضه ولا مجهود عالي جدا ولا ضيق. ومعايا دكتور بيتابع معايا خلال فتره الكرسي بتاعي، ببقى متابعه معاكي وعارفه كل حاجه ويومك ماشي ازاي، فانا ماشيه معاكي واحده بواحده وبتنزلي معايا بسرعه. واي حاجه بقع فيها بتصل، واي حاجه بتقعي فيها طبعا بتتصلي. يعني متاح ان احنا نتصل في اي وقت، يعني بتبقى متاح ليكي انك تتصلي في اي وقت وفيها مواعيد. احنا يعني احنا شركه اونلاين بنتابع معاكي على طول، وفي مواعيد بتتصلي عليها وبتنزلي معانا في وقت زي ما قلت وقت قصير جدا جدا. تنزلي اي بقى مشكله في البطن، او لو انت مثلا عندك مشكله عايز تعمل اي حاجه، عايز تنزل منطقه البطن، عندك مشكله في ان انت حرقك قليل، بتشتغل كتير في شركات او كده، يعني كل الناس عندها مشكلات في موضوع السن ده، موضوع كبير. صح. وقبل اي حاجه، قبل ما نفكر في اي حاجه، لا احنا عايزين نلحق نفسنا عشان الامراض اللي بتجيلنا من السمنه. صح كده. ده اللي انا جاي اتكلم عليه كمان. مش بلس اكيد شكلنا هيبقى لازم يبقى حلو، بس لازم صحتنا تبقى حلوه. الامراض اللي هتجيلنا بعد كده، عشان الدهون الكتير دي بتاثر لنا السمنه، دي بتسبب لنا مجموعه امراض كبيره قوي مش عايزين نتكلم عنها. او ان احنا نتكلم في السلبيات، لا انا جايه لكم بحل، واحنا بنتابع معاكي على طول، والكورس وعليه كورس كمان هديه مكثف على طول. لحد الساعه كام بقى النهارده؟ ايوه لحد الساعه 3 أو 4. لا ممكن بقى نخليها على 5 كده، على دقيقتين اصلا مفاجاه. احنا عمالين نتكلم على هدايا عشان متابعين على البيج عندي. لا لا متابعين معاك لحد الساعه 6 بالليل. ده ايه الجمال ده؟ خلاص. كمان بقى في حاجه، انا دلوقتي انت عارفه الستات وموضوع الايه الوش ونضاره الوش، لما ناخد الكورس هيبقى وشي دبلان؟ لا لا خلص. ولا احس بقى ان انا لسه وشي ناضر زي ما هو ومفيش عجز على وشي؟ لان الرجيم دايما دايما بيعمل لنا الحاجه دي. الاقي عملت رجيم اول ما حد يشوفني يقول لي ايه ده، هو انت مريضه؟ هو انت تعبانه؟ انا بقى مش عايزه احس الاحساس ده. ما انت عشان انت لما بتاخدي الكورس بتبقي انت خلاص، انت اصلا مش بتاخدي معاها فيتامينز او بتاخدي معاها اي حاجه، بتاكلي قليل جدا جدا كل فين وفين، وده غلط. ما ده اصلا نظام الحرمانيه دي بتمشي عليه. صح. هو اللي بيسبب لك شحوب وكده. لكن انا بقول لك الكورس بتاعي ده هو بس هيخليكي تاكلي بكميات قليله، مش هيسد نفسك. هو ده اهم حاجه. خلاص هو انا بديكي اكلك وفيها فيتامينز، فبالتالي انا مش باثر خالص على اي شحوب ولا اي حاجه، لان هو فيه كولاجين كمان، وحاطه له كل، بس انا حاطه الكورس بتاعي في كل الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمك. فانا مش هخسرك اي نوع من اي الفيتامينز اللي انت عايزاه. ففكره ان انت تحصلك اي حب ده لا طبعا نهائي. دي بقى اهم حاجه بقى بالنسبه لي. بالنسبه لكل على فكره مريم جدا انت شرفتينا. احنا النهارده شركه ايجيبت بتدينا عرض هايل جدا يا جماعه. احنا معانا النهارده كورس، والكورس الثاني مضاعف للحرق، كورس سد شهيه وكورس مضاعف للحرق، عليهم 75% خصم النهارده، غير هديتين لما هنتصل بيهم هنعرفهم، غير الهديه الثالثه اللي هو ان اللي هيفوز معانا عشوائي هيكون معانا هنا يوم الخميس بيستلم الكورس مننا مجانا. يعني بصراحه يعني عروض كتيره قوي النهارده شركه ايجيبت مديها لنا. بصراحه ميرسي جدا ليهم، وميرسي علشان خاطر متابعين الشيف فاطمه النهارده. أيوة يعني متابعين بقى كلهم النهارده. أيوة كسروا الدنيا. ده النهارده يعني ونبدا مع بعض بقى كده ياكلوا المندي ونخسوا ولا كأنكم كلتوا حاجه. ميرسي يا مريم جدا نورتينا ونورتيني، وتسلم ايدك على الاكله التحفه. نورتيني الله يسعدك. لا حقيقي بجد يعني انا انبسطت ان انا اتعلمتها معاكي النهارده. شفتها وبسيطه. وبصي وتشرف العزومات. ده حقيقي بجد. شويه يعني شوربه جنبها في رمضان، وانتوا عارفين بقى رمضان والعزايم والدنيا دي. لسه رمضان ده بقى ما احنا بصي بقى ناخد الكورس وناكل الكميه بتاعتنا. بقى حياتنا. هو حلو ان انا ادوق من كل حاجه طبعا، مش لازم ان انا يعني املى معدتي باكل ملوش اي لازمه، بس يعني كميات قليله. يعني ما نحرمش نفسنا، بس ناخد على قدنا، يعني كل حاجه تبقى ليها وزنها مظبوط علشان صحتنا كمان تبقى تمام. يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. يا رب ونورتينا. ان شاء الله حبيبتي. الله يسعدك. شرفتيني حبيبتي. الله يسعدك. يا بكره يوم جديد، وكل يوم اكله، وكل يوم من واحده لاثنين الظهر. استنونا بكره، والاعاده كمان الساعه 8 الصبح ان شاء الله. سلام عليكم.